السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي، معكم ميس هبارجة معلمة واللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله سنة رابعة مكملين مع بعضنا حل المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني 2023. والنهاردة إن شاء الله يا ولاد معانا مادة الآية التكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع. طبعا عندي تعليمات المهمات، طبعا إيه بيقول لك إيه العمل يستغرق العمل في المهمة حصتان دراستيتان وترتيبتان، يعني إيه المفروض إنك المهمة دي بتاخدها في حصتين. بعد كده المعلم بيوزع أوراق المهمة على الطلاب ويوضح لهم المقصود منها. طبعا يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة لذلك، ويجيب الطلاب عن المطلوب من المهمة في نفس الورقة. لا مانع من استخدام طابلة الكتاب المدرسي إذا أراد ذلك. يتم تصحيح المهمة، طبعا المهمة يا أولاد مهمة جدا، عليها 35 درجة، يعني أكتر من الاختبارين اللي بناخدهم في الترم. يعني احنا متعودين عندنا اختبارين في الترم لكل مادة، تمام، هي أكتر من اختبارين، ان المادة ايه 15 درجة و15 على الاختبارين يبقى 30، هي لوحدها 35. طيب يوزعوها ازاي دي؟ ال35 دي بتكون التخطيط عليه 5، جدية العمل عليها 5 درجات، ادي كده 10، تمام، كده 10 درجات من الهواء من غير ما تعمل حاجة خالص. انت بقى بدأت ايه تكتب بقى المهمة بتاعتك وتكتب الجمل بتاعتك وتنفذها، كده عليها 25 درجة تانيين، يبقى كده انت معاك كام؟ معاك 35 درجة، سهلين جدا ان احنا نحصل عليهم. نشوف بقى المهام الأدائية لمادة التكنولوجيا. أول مهمة معايا بيقول لي المهام الأدائية رقم 1، بيقول لي أخلاقيات ومسؤوليات التعامل مع شبكة الإنترنت. وصف المهام، هنعمل إيه؟ صمم مطوية، عاوزين نعمل مطوية ها توضح فيها أخلاقيات ومسؤوليات التعامل مع شبكة الإنترنت. فأنا أروح بادئة بقى كده أكتب هنا اللي هو قالهولي ده، هنقول أخلاقيات ومسؤوليات التعامل مع شبكة الانترنت. دي كده معايا كده ايه زي العنوان، عشان ابدأ بقى ايه اكتب النقاط اللي انا ايه اتكلم فيها عن اخلاقيات وسلوكيات التعامل مع الانترنت. اول حاجة يا ولاد بيقول لي ايه اظهار سلوك ايجابي، هنقول اظهار سلوك إيجابي في التعامل مع الآخرين، في التعامل مع الآخرين على شبكة الإنترنت. دي أول حاجة معايا، يبقى إظهار سلوك إيجابي في التعامل مع الآخرين على شبكة الإنترنت. تاني حاجة السلوكيات الإيجابية، بيقول لي استخدام الإنترنت في ظل احترام القوانين. استخدام الإنترنت في ظل احترام القوانين، لازم ايه احترم القوانين ايه المحددة ايه لاستخدام الإنترنت. بعد كده ولاد بيقول لي ايه احترام حقوق الملكية الفكرية وذكر المصادر عند مشاركة المعلومات، عند مشاركة أو المواد الترفيهية او مواد الترفيهية. يبقى احترام حقوق الملكية الفكرية وذكر المصادر عند مشاركة المعلومات او المواد الترفيهية، يعني لما اشارك معلومات او اي حاجة انا جايبها من على الانترنت لازم احترم حقوق الملكية الفكرية، يعني اقول الحاجة دي مثلا ايه جايباها منين واذكر لايه المصدر، ما نسيبش الحاجة لنفسي. بعد كده بيقول لي ايه نشر الأفكار الإيجابية وعدم نشر الإشاعات وترويجها. ممكن نقول إيه تاني؟
استخدامك الإنترنت بشكل دائم والحرص على أنه لا يضيع وقتك، يعني دايما قيم استخدامك للإنترنت وشوف لو هو معطلك عن حاجة، بيعطلك عن المذاكرة، بيخليك مثلا تبعد عن أفراد العائلة، طبعا ده كده مشكلة كبيرة جدا، يعني احنا المفروض نستخدمه بس في ظل الإيه المتاح. دي أولاد كانت إيه المهمة الأولى معانا اللي هي مطوية، وضح فيها أخلاقيات ومسؤوليات التعامل مع شبكة الإنترنت. يلا بينا نشوف المهمة التانية. بيقول لي بقى المهمة الأدائية التانية، بيقول لي تصنيف أدوات التواصل إلى المتزامن وغير المتزامن. يبقى أنا يا ولاد عايزة إيه أصنف أدوات التواصل التالية إلى إيه متزامن وغير متزامن، موضحا أي أداة تفضل استخدامها مع التعليل. تمام، دي غرفة الدردشة، لما يقعد إيه يكون في دردشة كده، اتنين بيتكلموا بعض، ده اتصال أو تواصل متزامن غير متزامن، طبعا ده يا ولاد تواصل متزامن. يبقى غرفة الدردشة تواصل متزامن. طيب البريد الإلكتروني، طبعا ده غير متزامن، احنا بنبعت الرسائل لبعضنا والتاني ايه في وقت ما بيكون فاتح بيشوفها. المراسلة الفورية، طبعا ده اتصال متزامن، من اسمها حتى فوري يعني متزامن. طيب محادثة الفيديو برضو متزامن. طيب انا بقى بيقول لي اي اداة تفضل استخدامها مع التعليل، طبعا انا بفضل المراسلة الايه الفورية، يعني مثلا انا محتاجة من حد حاجة دلوقتي هبعت له الرسالة ويرد عليا على طول، فدي ميزتها ان هي تواصل متزامن، يعني انا محتاجة معلومة كده ضرورية هبعت الرسالة وترد عليا على طول في نفس الوقت، عشان كده انا بفضل المراسلة الفورية. نشوف بقى المهمة اللي بعد كده. المهمة الثالثة بيقول لي تصميم نموذج للتنفيذ على برنامج الجدول الحسابية اكسل. عزيزي الطالب، طلب منك معلمك انشاء جدول على برنامج اكسل يضم البيانات التالية. عاوزين نعمل جدول يا ولاد على برنامج اكسل في البيانات دي، ثلاث اسماء، بيقول لي ثلاث اسماء من الايه من اصدقائك. تمام، وبعد كده المواد الدراسيه المفضله لديهم، المواد المفضله اللي بيفضلوها سوري، بعد كده هواياتهم المفضله. عايز اعرف المواد الدراسيه والهوايات، يمكنك الاستعانه بالشكل التالي لبرنامج اكسل للكتاب بداخله. نحاول نعمل جدول يا اولاد كده مثلا، معلش يعني اي جدول كده كروكي. اعمل هنا مثلا ايه هنا، اعمل هنا كده المسلسل، وهنا الاسم، وهنا المواد الدراسية المفضلة، وبعد كده هنا اكتب ايه الهوايات المفضلة. هسيب كده الجدول مفتوح من تحت، وبعد ما اخلص البنات ايه هنقفله. الاسم مثلا اقول ايه حسن مثلا، مصطفى، احمد، اي اسماء، ده رقم واحد. طيب ايه المواد اللي بيفضلها؟ نقول مثلا بيفضل العربي مثلا والعلوم. طيب ايه الهوايات المفضلة؟ قال لي مثلا ايه كرة القدم، ده الولد الاول. تاني ممكن نقول اسم بنت بقى، نقول مثلا علياء احمد مثلا، علي، اي اسماء، بتفضل مثلا الحساب ومثلا الانجليش. طب ايه اللعبة اللي بتحبها؟ مثلا بتحب السباحة، بنشد خط. طيب تلاتة
نقول مثلا محمد عبد الله احمد. المواد المفضله مثلا ايه؟ مهارات مثلا وايه ودراسات. الهوايه ممكن اقول ايه؟ القراءه. واقفل الجدول بتاعي. معلش يعني انا خبط في العربي يعني مش قد كده، بس ايه بحاول اوصل لكم المعلومه. تمام، يبقى نكتب الاسم يرد بالطريقه، نعمل مسلسل بالشكل ده، 1 2 3 واسم الشخص وقصاده المواد المفضله، وبعد كده ايه الهوايات المفضله. اهو عملنا زي ما هو قال لي 3، نفذت لهم الايه الجدول بتاعهم من الهوايات والمواد الدراسيه على ايه على جدول اكسل. تمام، المهمه الرابعه تصنيف المصادر الموثوقه والغير موثوقه وصف المهمه. عندي مصادر الانترنت يا اولاد، بيقول لي عزيزي الطالب امامك مجموعه من المواقع الالكترونيه الموثوقه والغير موثوقه، ضع علامه صح امام شاشه المواقع الموثوقه، علامه خطا امام المواقع غير الموثوقه، تحت كل صوره الرابط المخصص للدخول على الموقع. تمام، ده يا اولاد الفيسبوك. الفيسبوك ده مصدر موثوق ولا غير موثوق؟ طبعا يا اولاد غير موثوق. الانترنت سوري، الفيسبوك يا اولاد غير موثوق بالمره. في حاجه خدناها في الانجليش اسمها الديجيتال فوت برينت، اللي هي البصمه الايه الرقميه، لما تعمل اي حاجه مكشوفه للناس كلها ما فيهوش اسرار، تروح عند اي حد صديقك ولا اي صفحه تعجبك تعلق فيها تعمل فيها كومنت، تبص تلاقي ايه راح قدام الناس. طيب يعني مفيش خصوصيه، انت مش عارف تعمل حاجه خاصه بيك انت، يبقى كده ده مصدر غير موثوق، فاحنا كده خلاص مفيش ايه خصوصيه، فكده ايه هنعمل علامه خطأ. تاني حاجه العلامه دي بتاع البنك الايه المعرفه، بيقول لي متاح الان النشر في مجالات الوصول الحر من خلال اتفاقية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبنك المعرفة المصري مع سبرينجر نيتشر. طبعا بنك المعرفة المصري يا ولاد من المصادر الموثوقة طبعا جدا، بنك المعرفة المصري من المصادر الموثوقة. تمام، المهمة دي بقى فيها صفحة ناقصة مش معايا يعني في المهمات اللي معايا دي، يعني ايه بيجيب لي 5 صور، انا بس عندي ايه صورتين اللي هو الفيسبوك وبنك المعرفه المصري. الصوره الثالثه يا ولاد فيها ايه اللي هي مصر الرقميه، موقع مصر الرقميه، طبعا ده مصدر موثوق فيه جدا، ايه بنعمل عليه خدمات كتير جدا. والصوره الرابعه يا ولاد اللي هي ايه متكرره مرتين، جيب لي بنك المعرفه المصري تاني، عيده لي تاني، بنك المعرفه المصري بنعرفه من اللوجو بتاعه ده برضو، اول ما تشوفه هتقول عليه ايه ان هو مصدر موثوق. الصوره الخامسه جايب لي تويتر، تويتر طبعا ايه برضو ايه ده مصدر غير موثوق فيه زي الفيسبوك بالظبط. يبقى المصادر الموثوقه معانا النهارده بنك المعرفه المصري ومصر الرقميه، لكن تويتر والفيسبوك دي مصادر غير ايه غير موثوقه. اخر مهمه معايا بيقول لي صمم لوحه اعلانيه، عزيز الطالب تقوم الدولة بالعديد من المشروعات المهمة منها مبادرة ايه حياة كريمة. يبقى عايز النهاردة اعمل ايه تصميم لوحة اعلانية عن حياة ايه عن حياة كريمة يا ولاد. ارسم لوحة اعلانية تتضمن بعض العبارات او الرسومات لتشجيع او تشجيع الزملاء على المشاركة في المبادرة اللي هي مبادرة حياة كريمة، مراعين الهوامش والخط ايه وحجمه والالوان وحجم الصورة اذا رغبت في رسم صورة داخل الايه اللوحة. طيب هنقول احنا بقى ابدا هنا كده واقول له ايه شارك في مبادرة حياة كريمة، شارك في مبادرة ايه اولاد حياة كريمة، ده زي العنوان كده التصميم اللي احنا ايه هنعمله للوحة الاعلانية. وابدا بقى ايه اديله النقاط، اكلمه بقى ايه الحاجات اللي هتخليه ايه اشجعه ان هو يشترك في المبادره. هقول له حياه كريمه بتعمل ايه، هدفها ايه التنميه الشامله للمجتمعات الريفيه،
يبقى هدفها يا ولاد التنمية الشاملة للمجتمعات الايه الريفية. طيب تاني حاجة تنمية الإنسان المصري، تنمية الإنسان المصري. بعد كده بيقول لي الارتقاء بالمستوى الاجتماعي، الارتقاء بالمستوى الاجتماعي. بعد كده ولاد بيقول لي ايه احياء قيم المشاركة بين افراد المجتمع. وبعد كده الحفاظ على البيئة وتطويرها، الحفاظ على البيئة وتطويرها. وبعد كده بقى انا ايه ممكن لو عاوزين نعمل زي لوحة كده، يعني لو هعمل صورة تحفز للايه اللوحة الإعلانية بتاعتي. طبعا في ايه بيبقى رسمة كده زي رسمة الهلال متلونة باللون الايه واللي باللون الأخضر اللي هو اللوجو بتاع حياة كريمة، اللوجو بتاع الحياة كريمة كده مكتوب عليه ايه حياة كريمة. لكل مصري، لكل مصرية، تمام. ودي بتبقى متلونة كده باللون الايه الأخضر كده. خلاص احنا ايه صممنا اللوحة الإعلانية، اتكلمنا فيها عن ايه، شجعنا ايه الزملاء عن ايه مبادرة حياة كريمة. وبكده يا ولاد نكون انتهينا من شرح وحل مهمات تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الفصل الدراسي الثاني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وانت ما تنساش نعمل لايك وشير في القناة عشان نستنى ان شاء الله كل جديد. ان شاء الله هسيب لكم لينك المهمات اسفل الفيديو، هيكون النسخة غير مجابة علشان ايه نتدرب عليها في البيت. يا ريت نعمل لايك ونشترك في القناة، واي حاجة محتاجينها تخص المهمات او مراجعات شهر مارس او ايه مراجعات الامتحانات كلها، جميع المواد برضو موجودة عندي في قائمة تشغيل الصف الرابع. افتحوا القائمة هتلاقوا كل حاجة انتم محتاجينها عندي هنا على القناة. بتمنى لكم النجاح البر والتوفيق بإذن الله. كانت معكم ميس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.